أدب وعلوم إنسانية بدعم من الجامعة الخاصة بفاس. كنت منه من خلاله لمسوا بعض الجوانب ديال الضعف عند التلاميذ واللي كيعانيوا منها في الامتحانات ديال البكالوريا. دونك غادي ناخذ المحور الاول هو المادة ديال الجغرافيا. غادي نحاولوا ناخذ واحد الطريقة منهجية للتعامل مع الامتحانات ديال البكالوريا. دونك عندنا منهجية التعامل مع الامتحانات الوطنية مادة الجغرافيا. أولا عندنا واحد المجموعة ديال المكتسبات كنكونوا خديناها في الجدعة مشترك أو في الأولى بكالوريا، وكان نوصلوا للامتحان للسنة الثانية بكالوريا وكنبداو كنهملوها. لذلك باش ما نصيبوش مشكل من المفروض تدارك يعني هاد المكتسبات. المعطى الأول وهو ما يسمى بالنهج الجغرافي. ملي كناخذوا النهج الجغرافي عندنا الوصف، عندنا التفسير، وعندنا التعميم. دونك الوصف، التفسير، التعميم. في اي وحده او في اي جزء من المقرر كنصيبوها ثلاثه ديال المراحل حاضرين. الوصف يتوافق مع المظاهر، سواء اخذنا العولمه في المجال العالمي يعني المظاهر تفاوت في المجال العالمي بين الشمال والجنوب، مظاهر القوى الاقتصادية العظمى، مظاهر القوى الاقتصادية الصاعدة. دونك دائما عملية الوصف كتحضر كتقابلها المظاهر واللي كتمشي دائما مع الملاحظات أي ما نلاحظه بالعين المجردة. أن العملية الثانية كتجي التفسير، وهي دائما كتجي مع العوامل أو المؤهلات أو الأسس أو الدعائم أو الركائز. بمعنى ملي كنتحدثوا على أو كنوصفوا ظاهرة معينة كيجينا السؤال اللي من بعد وهو عملية التفسير، بماذا نفسر الملاحظات التي توصلنا إليها، أو ما هي العوامل المفسرة للظاهرة أو لمجموعة من المظاهر. مثلا كاين عوامل طبيعية بشرية تاريخية تنظيمية مؤهلات طبيعية بشرية. دونك كتبقى العوامل المؤهلات الأسس الدعائم الركائز كيبقى عندها نفس المعنى. الخطوة الثالثة عملية التعميم، هي بشكل مختصر إما المشاكل والتحديات أو الأساليب لمواجهتها أي أشكال التدخل واللي كان نسميوها كذلك بالحلول. دونك الوصف يتوافق مع المظاهر، التفسير يتوافق مع العوامل، التعميم يتوافق مع المشاكل والتحديات أو مع الأساليب لمواجهة هذه المشاكل واللي كيمكننا نعبر عليها بأشكال التدخل أو بالحلول. ما كاينش موضوع ديال الجغرافيا سواء كان موضوع مقالي أو موضوع تطبيقي وما عاد نصيبوش فيه هاد الخطوات الثلاثة، الوصف والتفسير والتعميم. مثلا كيمكننا نصيبو موضوع مقالي مظاهر القوة الاقتصادية العظمى، وبطبيعة الحال كنقصدو الولايات المتحدة. في السؤال اللي كيجي من بعد العوامل المفسرة لهذه القوة، أو في عوض العوامل يعني الأسس القوة الاقتصادية العظمى. دونك مظاهر، عوامل أو أسس أو مقومات، وكيجي السؤال اللي من بعد يعني التحديات والمشاكل التي
تواجه القوى الاقتصادية العظمى. دونك المظاهر وصف، العوامل تفسير، التحديات هي بمثابة تعميم. في الموضوع التطبيقي اللي خدينا هذا فترنا موضوع مقالي، في الموضوع التطبيقي كيمكن تجينا نفس المعطيات، وثقة حول يعني مظاهر القوى العظمى، وثقة ثانية حول العوامل، وثقة ثالثة حول يعني التحديات، ومنهم كتنطرحوا مجموعة ديال الأسئلة. استخرج من الوثقة واحد مظاهر القوة، استخرج من الوثقة جوج العوامل المفسرة لهذه القوة، استخرج من الوثقة ثلاثة التحديات والمشاكل الواردة يعني فيها، ومن مكتسباتك تحديات أو مشاكل أخرى كتواجهها القوى الاقتصادية العظمى. دونك لا كونكلوزيون هو أنه النهج الجغرافي واللي قريناه في الجدع مشترك كي نخدموا به في السنة الأولى وفي السنة الثانية بكالوريا، واللي هو في عملية الوصف وعملية التفسير وعملية التعميم. الوصف كيمشي مع المظاهر، التفسير مع العوامل، التعميم المشاكل أو أشكال التدخل. دونك الخطوة الثانية من بعد النهج الجغرافي كيكون عندنا خطأ أو كان كتكبوا أخطاء على مستوى أشكال التعبير الجغرافي، وكنعتقدوا على أننا من كنكتبوا موضوع مقالي أو كنكتبوا فقرة في موضوع تطبيقي أن التعبير كله لفظي، في حين كنساو على أنه كاين ثلاثة المستويات. كاين تعبير كيمكن نقولوا عددي بمعنى فيه نسب، فيه قيم دي فالور بمعنى كنمشيو باتجاه ديال الاحصائيات، وكاين تعبير لفظي كنوظفوا فيه الفاظ وكلمات، وكاين تعبير مبياني كنعبروا فيه بمبيانات خرائط، مبيانات خرائط، وهنا نسب قيم احصائيات كنعبر عليها بجداول احصائيه. في المبياني مبيانات خرائط بطبيعه الحال، وكناخذوا حتى ما يعرف ب يعني الصور. وهنا كيمشي لنا هاد اشكال التعبير الجغرافي بطبيعه الحال يعني مع الخطوه ثلاثه، وهي ادوات الجغرافيا. ملي كناخذوا ادوات الجغرافيا غادي نصيبوها كتوافق مع النهج الجغرافي ومع اشكال التعبير في الجغرافيا. دونك في الادوات ديال الجغرافيا كنتكلموا على وثائق، هاد الوثائق كيمكن تكون نصوص، كيمكن تكون خرائط، كيمكن تكون جداول إحصائية، كيمكن تكون مبيانات، وكيمكن لا تكون صور. إذن إلا خدينا النصوص فكنمشيو للتعبير اللفظي، خدينا جداول إحصائية كنمشيو للتعبير العددي، خدينا الصور، خدينا المبيانات، الخرائط كنمشيو للتعبير المبياني. دونك النهج الجغرافي وصف وتفسير وتعميم، اشكال التعبير الجغرافي سواء في موضوع مقالي او فقره في موضوع تطبيقي خصنا هاد المعطيات كتحضر، يعني القيام، النسب بمعنى اعداد، ثم عندنا المستوى اللفظي، ثم عندنا يعني على المستوى المبياني. غادي ناخذوا يعني واحد الجانب من هاد الادوات او ديال الجغرافيا واللي هي بالاساس المبيانات، لانه مجموعه ديال المترشحين والمترشحات كيصيبوا صعوبه في عمليه الانجاز. دونك غادي ندوزوا للخطوه الرابعه. انواع
بيانات وطرق الإنجاز. واحد، المبيان القطاعي أو النصف القطاعي. مبيان قطاعي أو النصف القطاعي في الجدول خصنا ننتبهوا لحاجة أساسية، وهي أن مجموع المكونات الواردة في الجدول كتكون كتساوي 100%. مثلا عندنا توزيع الساكنة النشيطة حسب القطاعات بالولايات المتحدة الأمريكية. القطاع الأول أي الفلاحة 1%، القطاع الثاني 20%، القطاع الثالث التجارة والخدمات 79%. ملي كنجمعوا لا توتاليتي ديال لي دوني كنصيبوا 100%. إذن الشرط الأساسي متوفر 100%. في هذه الحالة عاد نخدموا بالمبيان القطاعي أو النصف القطاعي. المبيان القطاعي كيكون على شكل دائرة، المبيان النصف القطاعي على شكل نصف دائرة، بمعنى هنا 100% عاد تكون كتساوي 360 درجة، وهنا 100% عاد تكون كتساوي 180 درجة. دونك هنا غادي نخدموا اكس ملتبلي بار 3.6، وهنا اكس ملتبلي بار 1.8. دونك عندي بالنسبة للدائرة 1 × 3.6، 20 × 3.6، 79 × 3.6. الحصيلة اللي غتخرج عندي غتخرج بلي دوغري، دونك 1 × 3.6 هي 3.6 دوغري. 20 مضروبة في 3.6 تعطينا 72 دوغري، والباقي باش نكملوا 360، دونك 75، دونك 75.6 نقصوها من 360، دونك عطاتنا 6.5 × 8 = 285.4. دونك كتبقى لنا 285.4، دونك هي 360 درجة. دونك هو الأساس للشكل الأساسي في المبيان القطاعي، يكون عندنا في الجدول لا توتاليتي ديال لي دوني 100%، وهاد 100% هي كتولي كتساوي 360 درجة، واللي هي المساحة الزاوية ديال الدائرة. وإلا كانت بالنسبة للنصف القطاعي كنمشيو بإكس ملتبلي بار 1.8 على أساس أن 100% كتساوي 180 درجة. دونك في الطريقة ديال التمثيل المبياني كناخدو الدائرة كنمشيو للسونتر ديالها، كنحاولوا ناخذوا لو ريون ديالها، وعليه كنزلوا النصف دائره، وكناخذوا القياسات اللي عندنا على اساس اننا كنغطيو بهم المساحه الزاويه ديال الدائره بكاملها. مثلا عندنا ناخذ 3.6، غادي ناخذ 72 تقريبا 72، والباقي هو هنا، وكنخدم بمفتاح مثلا دي بوان، وخصني لابد نصوب مفتاح ديالي. دونك هنا غادي تكون عندي القطاع الاول، هنا القطاع الثاني، وهنا القطاع الثالث. وفي هذه الحاله كنكتبوا هنا العنوان، هو نفس العنوان اللي عندنا توزيع الساكنة النشيطة حسب القطاعات بالولايات المتحدة. دونك في المفتاح القطاع الأول، القطاع الثاني، القطاع الثالث، وكيكون هدف الدائرة مبيان قطاعي، وبنصف دائرة مبيان نصف قطاعي. زوج، عندنا مبيان الأشرطة
ببيع الأشرطة. الشرط 100%، لا توتاليتي دي دوني كتكون 100%، ولكن تكون عدد من المجموعات التي يساوي مجموع كل واحدة منها 100% أكثر من 2. بمعنى جدول غادي يكون عندنا فيه مثلا توزيع السكن النشطة حسب القطاعات في الولايات المتحدة، وحسب القطاعات في الصين، وحسب القطاعات مثلا في فرنسا، وحسب القطاعات مثلا في اليابان. إذا هو غادي نكونوا في هذه الحالة كنخدموا بربعة ديال الدوائر أو ثلاثة أو يعني خمسة. دونك أوليو باش نخدموا بالدوائر لو شون فيزيوال ما كيمكنلوش يعطينا المقارنة، كنوليو نخدموا بالميبيان ديال الأشرطة مثلا. ناخذ هذا المثال، توزيع الساكنة النشطة ببعض بلدان الاتحاد الأوروبي، توزيع الساكنة النشطة ببعض بلدان الاتحاد الأوروبي، عندنا بالنسبة المئوية. عندنا ناخذ مثلا الصين أبليتو، فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا. دونك كنمشيو هنا كنديرو لو زيرو، كناخدو التقسيم 10 20 30 40 50 60 70 80 90، كنوصلو للبلافون اللي هو 100، وهنا كنقومو بعملية التسقيف. دونك هي 100% سي لو ماكسيموم. دونك غادي يكون عندنا شريط هنايا تمثل لا فرونس، الشريط الثاني وكاين تساوي في الطول وفي العرض كيمثل ألمانيا، الشريط الثالث غادي يكون كيمثل إسبانيا، الشريط الرابع غادي يكون كيمثل ليطالي. وسافو دير هنا المجال مازال مفتوح، اي دوله بغينا نزيدوها كيمكننا نزيدوها. دونك التغيير كيكون على الانتيريور. مثلا فرنسا قلنا في القطاع الاول 20%، في القطاع الثاني 30%، في القطاع الثالث 50%. دونك غادي نجي لهنا ناخذ القطاع الاول وغادي نعطيه مثلا الرموز اللي تما. ها القطاع الثاني 20 و30 غادي نوليو في 50 لان كنمشيو بالكيمول. دونك غادي ناخذوا القطاع الثاني، وهذا اللي بقى لنا هنا هو ديال القطاع الثالث. غادي نمشيو مثلا ناخذوا النموذج ديال اسبانيا، غادي نصيبوا مثلا في القطاع الاول 25%، القطاع الثاني مثلا 30% 55، دونك والقطاع الثالث غادي يكون 45%. وكيمكننا العمليه ديال المقارنه كتكون سهله، غير يعني اسهل من اللي غادي يكون عندنا اربعه ديال انصاف الدوائر ولا اربعه ديال الدوائر. دونك النموذج الاول المبيل القطاعي، النموذج الثاني المبيل الاشرطه، لو فاكتور كومون بيناتهم هو ان لا توتاليتي دي دوني كتكون كتساوي 100%. الاختلاف بيناتهم هو انه في المبيل القطاعي ما خصناش نتعداو جوج المجموعات ديال 100%، وفي مبيل الاشرطه كيمكننا المجال مفتوح، يمكن يكون عندنا 10 ولا 20 ولا 30، المهم انه على مستوى الافصول كيمكننا نضيفوا الدوله اللي بغينا. دونك العنوان بحال اللي هنا ما كنساوش، المفتاح دائما على اليمين، العنوان كيكون في الاعلى، المصدر او المرجع ديال الجدول هو نفسه اللي كيولي مصدر او مرجع ديال بالنسبه للمبيان. دونك هذا النوع الاول. والنوع الثاني، دونك في انواع المبيانات شفنا النموذج الاول اللي هو المبيان القطاعي والنصف القطاعي، المبيان الثاني اللي هو مبيان الاشرطه واللي قلنا عنده تداخل على مستوى النسبه المئويه اللي كتكون 100%. غادي نشوفوا النموذج الثالث وهو مبيان الاعمده. عندنا قيمه مؤشر التنميه البشري ببعض البلدان سنه 2010، الولايات المتحده، تونس، الصين، المغرب، موريتانيا، وعندنا قيمه
المؤشر ديال التنميه البشريه، وهذا الديزاكيرام عندكم، لان مؤشر التنميه البشريه كيتراوح في لو مينيموم 0 ولو ماكسيموم 1. دونك عندنا الولايات المتحده 0.902، تونس 0.683، الصين 0.663، المغرب 0.567، موريتانيا 0.433. دونك الملاحظ من خلال هذا الجدول على ان هناك تفاوت في مؤشر التنميه البشريه. دونك ملي كنقلبوا 100% ما عندناش، اذا المبيع القطاعي او الناس في القطاع او الاشرطه ما خدامش، ما عندناش سنوات باش يمكننا نتكلموا على الزمن التطوري. دونك اللي كيبقى فالابل خدام هو المبيان ديال الاعمده. المبيان ديال الاعمده كيختلف على المبيان ديال الاشرطه من حيث الشكل. ففي الاشرطه عندنا الاشرطه متساويه في الطول وفي العرض، بينما في الاعمده كتكون عندنا او في المبيان ديال الاعمده كتكون دوك الاعمده متفاوته في الطول، اما في العرض كيكون عندها نفس العرض. مثلا هذا بغينا نصوبوا نحولوه في المبيان دوكور. دونك غادي نجيو كناخذوا هنا الدول، مثلا الولايات المتحده الامريكيه، هنا تونس، من بعد منا الصين، من بعد منا المغرب، من بعد منا موريتانيا، وكيبقى السهم مفتوح. صافي بدري يمكننا نضيفوا دول اخرى. هنا عندنا لو زيرو، اتونسيون راه ماشي صفر دوله، لان الصفر ماشي في الافصول، الصفر في الارتوب، سافو دير زيرو، اما 0% او 0 مليون دي طون او ابيتون او زيرو. هنا بحال دابا في لانديس دو ديفلوبمون اما، لان قلنا الفاري اونتر زيرو اي ان. دونك زيرو كنشوف هنا لو مينيموم عندي 0.433، دونك غادي يمكن لي يمشي بزيرو، غادي يمشي ب 0.2 0.4 0.6 0.8، و لو بلافون اوتوماتيكمون كيكون هو 1. دونك هو الاي دي اش، لانديس دو ديفلوبمون هومان. دونك بالنسبه لهاد المؤشرات غادي نجي ناخذ الولايات المتحده 0.902، سي لو بلافون قريبه لواحد. دونك غادي ندير العمود ديال العمود الاول، كندير لا سيباراسيون لانه كاين فواصل بين الدول. دونك بالنسبه لتونس 0.683، كنشوفو هنا في الارتوب، كنعطي يعني 683. دونك بالنسبه للاشين 0.663، بالنسبه للمغرب غادي تكون عندنا 0.567، بالنسبه لموريتانيا 0.433. دونك الولايات المتحده، تونس، الصين، المغرب، موريتانيا. الخاصيه اللي كتبان على مستوى الوصف هو انه كاين تفاوت بين هاد الدول في مؤشر التنميه البشريه. الى خدينا ما بين 0.902 0.433 كيبان لان الانديس في الولايات المتحده الو دوبل تقريبا ديال الموجود في موريتانيا. وهنا كندخلوا بحال اللي قلنا في لو ديبي ديال العوامل المفسره، سكو هنا اقتصاد خدماتي معلوماتي، تونس، الصين، المغرب بثلاثه اقتصاد صناعي، موريتانيا كيبقى اقتصاد فلاحي. دونك الا بغينا هذا ايكونومي بوست اندستريال يعني خدماتي معلوماتي، الولايات المتحدة هادو بثلاثة كيبقى اقتصاد صناعي، وهذه كتبقى اقتصاد فلاحي. إذا هنا باش ملي كنعطيو الوصف كندوزو من بعد العملية ديال التفسير. دونك المبيان الأول شفنا القطاعي أو الناس في القطاعي، المبيان الثاني مبيان الأشرطة، المبيان الثالث مبيان الأعمدة، كيبقى لنا المبيان الرابع هو المبيان الزمني التطوري او اللي كيتسمى عاده بالمنحنى. اولا القاسم المشترك بينه وما بين المبيان ديال الاعمده هو انه يمكن يكون عندنا هنا في عدد الدول يكون عندنا سنوات، ولكن سنوات
غير منتظمة الفارق. شوفوا هنا 1975 1980 1985 90 95 2000 2005 سكو الفارق ما بين كل محطة زمنية وأخرى هو 5 ديال السنوات. إذن إلا كانت سنوات منتظمة الفارق كنصوبوا ميبيان زمني تطوري، كانت غير منتظمة الفارق كنمشيو لميبيان الأعمدة. إذن إلا كانت الميبيان القطاعي كيتلاقى مع ميبيان الأشرطة في النسبة المئوية، فيمكننا نقولوا أن ميبيان الأعمدة كيتلاقى مع ميبيان الزمني التطوري في مسألة السنوات. الفرق بيناتهم أنه السنوات غير منتظمة الفارق كنصوبوا الأعمدة، إذن فعوض ما غادي يكون مثلا هنا الدول كيمكن يكون عندنا السنوات، أما الحسابات أو المؤشرات دائما كتبقى في الأرتوب. بغينا نصوبوا هذا الميبيان، دونك سهلة الوضعية، كنجيو كناخذوا هنايا السنوات، وكان من الأحسن أنه ما نكتبهمش بشكل أفقي، نكتبهم بشكل عمودي باش كيعطيونا ليسباس. دونك غادي ناخذ 1975 1980 1985 1990 1995 2000 كنكمل هنا 2000 2005. هنا عندي بحال اللي خدمنا تما في الميبيان ديال الاعمده، دونك زيرو كنمشيو ب باغ اكزومبل نمشيو واخا ب 01 02 03 04 05 06 07 سي لو بلافون سي لو 08 لان كنقلبوا على لو بلافون هي عندنا 0777. دونك هنا كنديروا الاي دي اش يعني قيمه مؤشر التنميه البشريه. غادي ناخذ بالنسبه للمغرب سي سامبل، غادي ناخذ 0435 غادي نجي نشوف هنا 4 دونك غادي نحط لو بوان تقريبا مع 0435. عندي 483 عندي 519 دونك كنبقى غادي بلي بوان ديالي كنسالي كندير لو رولي بيناتهم وكيمكن لي نديرها في المفتاح او كنكتب هنايا انه المغرب. وندوز للصين لان انا غادي يكون عندي في الميبيان جوج ديال المتغيرات الاحصائيه لو ماروك ولا الشين. دونك عاود غادي نمشي لاشين دونك 0530 غادي ناخذ رقم هنا تقريبا 599 انا غادي بلي بوان دونك غادي ندير هنا الصين وكيبان بطبيعة الحال على أنه في هذه المنحنيات بجوج بهم تصاعديين ولكن الوتيرة باش كتمشي الصين أسرع من المغرب. دونك ملي كنمشيو للتفسير كنقولوا على أن الصين دخلت الاقتصاد الصناعي يعني في السبعينات في حين أن المغرب دخل فترة متأخرة بالمقارنة مع الصين. دونك واخا أنهم بجوج كينتميو للبلدان ذات الصاعدة ذات الاقتصاد الصناعي إلا أن كاين اختلاف بيناتهم في الوتيرة ديال النمو كوساسوا بالنسبة للبي إي بي أو بالنسبة هنا للإي دي أش. دونك عندنا أربعة ديال الميبيانات الأنواع، ميبيان القطاعي نصف القطاعي، ميبيان الأشرطة، ميبيان الأعمدة، ثم عندنا الميبيان الزمني التطوري أو اللي كيتسمى الميبيان ديال المنحنى، مع العلم أنه في نفس الميبيان يمكن يكون عندنا ثلاثة أربعة ديال المنحنيات بحال في هذا لوكا عندنا جوج ديال المنحنيات لأنه سميناه بالزمن التطوري لأنه المعطيات فيه كتطور أو كتغير بدلالات الزمن. لهذا عمرنا ما يخص يعني ما يمكننا نتصور أن نوضع السنوات أو الدول أو القطاعات في الأرتوب لأن الأرتوب دائما خاص بالحسابات أو اللي قلنا قبيلة في التعبير بالعددي. وهنا دائما الأفصول إما الدول أو القطاعات أو السنوات، علاش؟ لأن هذه القطاعات أو الدول أو يعني القطاعات أو الدول هي اللي كتغير بدلالات الزمن، وهنا المؤشر هو اللي كيتغير بدلالات الزمن. دونك هاد
المبيانات انفو كنتعلموا الطريقه باش نصوبهم، كتسهل علينا الطريقه باش يمكننا نقراوهم. اذا سواء عطاونا نصوبوا مبيان او عطاونا نقراو مبيان، كتكون عندنا العمليه سهله الى عرفنا كيفاش كيتبنى هاد المبيان. دونك كنتمنى تكون الاستفاده حصلت ولو بشكل نسبي، لانه يعني ربما من اكثر الحالات المشاكل اللي كيصطدموا بها التلامذ واللي كتضيع لهم الوقت في حاله الا كان مبيان، هو الطريقه ديال انجاز المبيان. وكنبداو نطرحوا تساؤلات من المبيان غادي نختاروا، وكاين اللي كيبدا مبيان من نوع معين وكيبدا يبدلوا، وهنا كيكون الارتباك وكيكون ضياع ديال الوقت. دونك كنتمنى هاد يعني هاد التجربه او هاد العمليه تكون فادتكم في انكم على الاقل تنجزوا المبيان في اقل وقت ممكن وبدون ارتباك. عندنا المعطى الاخر بالنسبه دائما للجغرافيا، غادي نشوفوا دائما في التعبير المبياني او في التعبير يعني الخرائطي، نشوفوا في الكارتوغرافي، هما التلامذ كيتسائلوا دائما الى بحال اللي كيتسائلوا في المبيانات، كيطرحوا اسئله حول الخرائط. واش عندنا الخرائط في الامتحان؟ واش حنا غادي نرسموا خريطه؟ واش حنا دونك هو الاسئله كتنطرح بواحد الشكل حاد، مع العلم ان العمليه بسيطه جدا، هو ما عندناش رسم خريطه، ولكن السؤال اللي كيجي دائما هو وطن معطيات المفتاح على الخريطه. مثلا تكون تقريتي في الدرس الولايات المتحده الصناعات القديمه، وهنا كنمشيو اوتوماتيكمون للشمال الشرقي او ما يعرف بالحزام الصناعي، وعاود غادي تصيب الصناعات العالية التكنولوجيا، وهنا غادي نصيبوا بين قوسين ما يسمى الهلال الشمسي، هو اللي كيسموه لي زامريكان سان بيلت او حزام الشمس. دونك الى خدينا كروكي ديال لاكارت ديال لي زيتازيوني بشكل مبسط، غادي نجيو نوطنو هنايا اوتوماتيكمون الشمال الشرقي صناعات قديمه، وهنا من خلال التسميه هو سميتو هلال كيجمع الجنوب والغرب الساحلي. دونك كيمكننا ناخذو هنا الجنوب الشرقي والغرب الساحلي، كيمكننا نعطيو ليها رمز ديال خطوط عموديه، وهنا كتكون صناعات عاليه تكنولوجيا. دونك انا ما كنعرفش فين كاين المشكل في رسم الخريطه هنايا. سي لو ميم كا بالنسبه للخريطه، العنوان غادي يكون هو المجال الصناعي الامريكي. سي لو ميم كا بالنسبه للمجال الفلاحي. دونك غادي كناخذو كروكي، كيعطيونا خريطه كروكي ديالها واجد. دونك هنا غادي نتحدثوا على مثلا تربيه كثيفه للابقار كنديروها في المفتاح، هنا زراعات مداريه كنديروها في المفتاح، هنا مثلا زراعة الحبوب منطقة السهول الوسطى وكنديروها حتى هي في المفتاح ديالها، وهنا غادي تكون عندنا رعي واسع، هي منطقة الرعي الواسع، وهنا في منطقة ديال الساحل الغربي سيرتو في كاليفورنيا أن الزراعات جد متطورة. دونك العنوان كيكون هو المجال الفلاحي الأمريكي. دونك مشكل ديال الخريطه ومشكل ديال المبيانات هي مساله ديال التركيز، مساله ديال التقنيات وديال الخطوات خصنا نتبعوها، وما نساوش على انه في الامتحانات ما خصناش نساو لي زاكي ديال الترون كومان. بالنسبه للنهج الجغرافي كناكدوا عليه الوصف والتفسير والتعمير والتعميم، بالنسبه للتعبير الجغرافي دائما خص تكون عندنا لغه لفظيه، لغه عدديه او رقميه، ثم عندنا لغه مبيانيه وهي اللي كتجلى في الخرائط او في المبيانات. دونك كنتمنى التوفيق للجميع وشكرا.